يا الله، يعني ما أبو لهب كان يفهم هذا الكلام؟ وإذا فهم هذا الكلام لماذا لم يؤمنوا به؟ وجحدوا هذه البلاغة بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الحول لم يستعمله القرآن إلا في الطلاق والموت فقط. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول صحيح غير إخراج. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني المطلقات بينما قال وفصاله في عامين، في آية أخرى ما بها طلاق بهناش قال حولين كاملين، ما قال عامين. الآن أصبح الأمور متغيرة. والله تحول، ما شاء الله تحول لأنصار. ليش؟ الموت موت، تحول في الحياة صح، والطلاق تحول. مو فقط هذا، الفعل حالة يحول يأتي بمعنى حاجز أيضا، فحال بينهما الموت. وهنا أيضا يدل على الحجز بينهما، الموت حاجز والطلاق حاجز. صح الله. واللفتة التي حضرتك أتيت بها فعلا حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وفصاله في عامين صح، من الموقف يكاد يكون واحد صح، لكن الظروف مختلفة مختلفة، فاستخدم هنا كلمة غير التي استخدمها هنا. يا الله، يعني ما أبو لهب كان يفهم هذا الكلام؟ وإذا فهم هذا الكلام لماذا لم يؤمنوا به؟ وجحدوا هذه البلاغة بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإنهم لا يكذبونك، لا إله إلا الله، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هم فهموا الكلمات كما وردت في سياق القرآن الكريم بدلالتها هذه والفوارق اللغوية الموجودة في أي القرآن الكريم، وما آمنوا بها بعد.